هذه السيرة الذاتية للمدرب وليس فيها كثير فائدة يعني لكم، لكن أريد أن أقف بها وقفات يا إخوة. أولا بارك الله فيكم، ينبغي أن يكون لكل واحد منا سيرة ذاتية مكتوبة يراها أمام عينيه، ليست فقط المسألة، يعني لا بد أن تكون هذه السيرة أمام عينيك وتجدد فيها كل فترة وتضيف إليها، ويكون لديك تجديد فيها، فهي تعطيك دافعية وإنتاجية أكثر. أثق تماما أنا من رأيي الشخصي، الذي ليس لديه سيرة ذاتية ولا يضيف إليها جديدا فهو يتأخر ولا يتقدم. العالم يتقدم وهو لا أقول أنه يقف في مكانه، بل إنه يتأخر. لماذا؟ لأن العالم يتغير بسرعة، فإذا أنت لم تغير من نفسك شيئا في أي نواحي من نواحي الحياة فأنت تتأخر والعالم يتقدم. أيضا بارك الله فيكم، هنا في دورة تدريبية اسمها التخطيط الاستراتيجي، هذه حضرتها أنا، والله جزاه خير المدرب، أعطاني فائدة وأنا والله ما استفدت منها وأحب أن أفيدكم بها، وهو أن إذا وضع الإنسان لنفسه خطة وإذا سار عليها وأهدافا ووصل لأهدافه، فينبغي له أن يكافئ نفسه ولو مع نفسه كما يقال، زي ما يقولون مع نفسك. إذا لم يجد من، يعني ربما بعض الأسر فيها تعاون وفيها ترابط، وبعض الأصحاب والأصدقاء إذا مثلا أنجز إنسان شيء يكون يعطوه مثلا هدية، ما فيه شيء. إذا لم يجد الإنسان مثلا عشاء مختصر مع الأسرة أو حفل بسيط كذلك، إذا لم يجد إلا نفسه فلو أن يكافئ نفسه بمكافأة، أن يشتري له لنفسه هدية ويسلمها لنفسه بنفسه. فهذه والله يا أخوان وأنا جربتها فيها دافعية جميلة جدا، وتعطي الإنسان حماس وتعطي الإنسان يعني تطور وتقدم. وأقول يا إخوة، لا بد أن يكون لك سيرة ذاتية. الذي ليس لديه سيرة ذاتية من اليوم يسوي له سيرة ذاتية، وأنا أتشرف بأن أرى سيرة ذاتية لكل من يشارك في برامجي التدريبية. والذي ليس لديه يبدأ من اليوم يعمل له سيرة ذاتية ولو مختصرة يعني بداية، ويسجل فيها كما ترون، يعني إيش اللي درسه، إيش اللي حصل عليه، وإيش اللي عمله في حياته، وإيش اللي استفادوا منه، وإيش تعليمه، وإيش مهاراته، وإيش حتى مهاراتك وهواياتك سجلها وجدد في هذه السيرة الذاتية، ستجد إن شاء الله تعالى الخير. لماذا نؤلف الكتب ولماذا نتحدث عن تأليف الكتب؟ يقول المتنبي: عز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. أباك تحط على هذا الكلام يعني أكثر من دائرة، خير جليس في الزمان كتابه. فعلا يا أخوان ويا أخوات المؤلفين المؤلفات، خير جليس في الزمان كتابه. وانظروا أنتم الذي يقرأ ما هي مكانته بين الناس، والذي يطلع والذي يؤلف والذي يكتب والذي ينجز، ستجدون أنه له مكان وشأن. أولا أنا لا نطلب هذا الأمر، أنه نقول الإنسان يكون له شيء في هذه الدنيا، الدنيا ممر ومعبر، لكن المقصود أن يكون له أولا، الذي يجالس الكتب سوف يستفيد كثيرا، فالكتاب هو الصديق الذي لا تمله ولا يملك. لو جلس الإنسان منا مع صديق من أصدقائه ساعة ساعتين ثلاثة، بل ربما حتى مع أقاربه، ربما ملهم وملوا، لكن الكتاب تجلس معه بالساعات لا تمل، خاصة إذا كنت تستفيد منه استفادة قصوى. سؤال: ما هو الهدف من هذا البرنامج ومن هذه الدورة التدريبية؟ عندي هدف هنا كبير شوية، نجزه إلى أهداف أخرى أصغر منها. الهدف العام اكتساب مهارات التأليف والإلمام بإجراءات وبالإجراءات النظامية، كيف يسجل الإنسان كتابه، ما هي الجهات التي يسجل فيها الكتاب حتى يمتلك حقوق الملكية الفكرية، كيف يمارس التأليف مهارات إذا مارسها سوف يؤلف، وكذلك لا بد أن يكون للشخص خطة لتأليف كتاب. وهذا هو هدفنا من هذه الدورة التطبيقية. هذه الدورة التطبيقية أريد أن
يغير كل مشارك وكل مشاركة مفهوم التدريب. ليس التدريب أن تتلقى معلومات ثم تذهب أدراج الرياح. التدريب أنا معي هذه الدورة التدريبية وهذه الحقيبة التدريبية وهذه فيها خطة لابد أن تنفذها. إذا نفذت هذه الخطة وضعت خطة صحيحة وسليمة ونفذتها سوف تؤلف كتابا بإذن الله عز وجل. وفي نهاية البرنامج سوف يكون لدينا بإذن الله تحقيق أكثر من هدف، فسوف نعرف الأهداف من التأليف، وكل واحد يضع له هدفا لتأليف كتابه، وسوف نرسم خطة لتأليف الكتب. كل متدرب، كل متدربة، كل مؤلف، كل مؤلفة يضع له خطة لتأليف الكتاب. كذلك سوف نعرف كيف نسجل الكتب تسجيلا نظاميا، تسجيلا يحفظ الحقوق ويكون لك امتلاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين. أخيرا سوف نعرف أو نتعرف على الطباعة والنشر ومشاكلها وسلبياتها وإيجابياتها وكيف نتعامل مع ذلك كله بإذن الله تعالى. لدينا عدة محاور لهذه الدورة التدريبية، وهي هذه التي ترونها أمامكم، ولم أرتبها ترتيبا منطقيا، إنما وضعت جميع المحاور، ونبدأ من هنا من المحاور المهمة في هذا البرنامج التدريبي. تسجيل الكتب، أن يسجل المؤلف كتابه، حقوق المؤلف، كيف يحفظ المؤلف حقوقه وما هي هذه الحقوق، التصميم والطباعة، ما هي سلبياتها وما هي إيجابياتها، ما هي مشاكلها، كيف نواجهها، كيف نتعامل مع المصممين ومؤسسات الطباعة والشركات والمطابع، التسويق والنشر، أريد أن أنشر كتابي فكيف أسوقه، كيف أنشره، كيف أبيعه، وبكم، ومن سيشتري، وأين، حتى أصل إلى البيع وجني الأرباح. أيضا كتابي، هل بمجرد أن أكتب كتابا أستطيع أن أطبعه؟ لا، الفسح، هذا فسح الكتب هو بالنسبة، نتحدث عن نظام المملكة العربية السعودية، فسح الكتب هو الذي يسمح لك بطباعتها. إذا لم يفسح الكتاب فسحا يسمى فسحا إعلاميا، لا يمكنك أن تطبعه في أي مطبعة داخل المملكة العربية السعودية. ترتيب المحتويات، الذي لديه كتاب 50 ورقة والذي لديه كتاب 500 ورقة، كيف أرتب كتابي؟ ما الذي سأجعله في أول الكتاب، وما الذي سأجعله في وسطه، وما الذي سيكون في آخره وخاتمته؟ وهذه كلها سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى. كيف أتعامل مع المراجع والمصادر؟ ما الفرق بين المراجع والمصادر أصلا، وكيف أتعامل معها، وكيف أقتبس منها، وكيف أخذ منها؟ هل كتابي من تأليفي كله كما يقال من رأسي ومن بنيات أفكاري، أم كتابي من مصادر ومراجع رجعت إليها واستفدت منها، أو جمعت بين الأمرين؟ هذه كلها سوف نعرفها بإذن الله عز وجل. ربما يسأل البعض، أريد أن أضع خطة لتأليف الكتاب، هذه هي الدورة المناسبة لك بإذن الله تعالى. سوف يكون لكل متدرب ومتدربة خطة لتأليف كتاب ابتداء من هذه الدورة، ثم انتهاء بأن يؤلف هذا الكتاب وينتهي من هذه الخطة. أخيرا وليس آخرا، كما ذكرت، التأليف ومهارات. كلما امتلكت مهارات التأليف فأنت مؤلف ناجح. وأنا لا أبحث عن مؤلفين فقط، أريد مؤلفين ومؤلفات متميزين ومتميزات. أريد أن أخرج مبدعين ومبدعات من هذه الدورة التدريبية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والمعونة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونواصل المسير بإذن الله تعالى.